إخوتي وأخواتي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم. أصلي إلى الله أن يكون سبب بركة لحياتك في هذا اليوم، تستمتع بفقرات البرنامج المتنوعة. إخوتي وأخواتي، كثيرا ما يثير ويذهل كثير من الناس هذا السؤال: كيف يتم الخلاص؟ هل الخلاص بالإيمان، أم الخلاص بالأعمال، أم الخلاص أو المسيحية هي وراثة عن الآباء والأجداد؟ سنعرف عن هذا الموضوع أكثر من خلال هذا البرنامج، إذ سنستمع إلى اختبار شخص نشأ في عائلة متدينة، عائلة مسيحية، ولكن الله تعامل معه شخصيا والتقى بالمسيح المحب المخلص. سنعرف أكثر تفاصيل عن هذا الشخص وعن هذا الاختبار. أحبائي المشاهدين، إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار، يمكنك أن تكتب لنا وسيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذا البرنامج. أشجعك أن تشاهد نور لجميع الأمم، تشجع الآخرين لربما تدعوهم أو تتصل بهم حتى يشاهدوا هذا البرنامج القيم الفريد لكي يختبروا محبة المسيح. توجد رسالة للبرنامج، وهذه الرسالة هي رسالة الخلاص، كي يتمجد الله، لكي نعلن المسيح رب ومخلص ونور لجميع الأمم. أصلي من أعماق قلبي إنك تختبر محبة المسيح. إخوتي وأخواتي، الكتاب المقدس يعلمنا أننا نحتاج لهذا الخلاص. سنتحدث أكثر، لكن دعونا الآن نستمتع بهذه الترنيمة للأخ مفدي موسى. إلهي ادن مني لك لهفتي، إلهي ادن مني أنر مهجتي، حبيب امتلكني فأنت مناي، وأنت إليك إذا حاجتي، وأنت إلهي مجيب الدعاء، وأنت لقلبي جميع رضا. أتوق للمساتك الشافية، أتوق لبسماتك الهانية، أتوق لنظراتك الحانية، تريح بها روحي العانية، فليس سواك يروي الحياة، حبيبي يسوع هناء الحياة. اغسل القلب مما به يعيقه عن رؤيتي ربه، فإن اشتياقي إلهي أراك بكل جلاء يسوع البهي، متى يا حبيبي وأنت الإله تنير الفؤاد، فأنت ضياء. لقد تهت عنك فكان ارتياع، وقد غبت عنك فكان الصراع، وقد حدت عنك في هذه البقاع، وصرت وحيدا فكان الضياع، لكني رأيتك يا فادي الخطى، حبيبي يسوع رجاء الحياة.
فقد تهت عنك فكان ارتياع، وقد غبت عنك فكان الصراع، وقد حدت عنك في هذه البقاع، وصرت وحيدا فكان الضياع، لكني رأيتك يا فادي الخطى حبيبي يسوع رجاء الحياة. أحباء المشاهدين، يسرنا أن نستضيف في برنامج نور لجميع الأمم الأخ المحبوب الأخ جوزيف سلوانس، أصلا من القاهرة مصر، حاليا يسكن في كندا. والأخ جوزيف أيضا يعمل مع برنامج نور لجميع الأمم. أهلا وسهلا أخ جوزيف. أهلا أخ نزار. أخ جوزيف، رح نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وكثير من الناس يسيء فهم هذا الموضوع. أنا شخص نشأت في بيت مسيحي وكنت أعيش في المبادئ المسيحية، ولكن بنفس الوقت مش مختبر المسيح. فسنتحدث عن هذا الموضوع. فأريد أن أطرح السؤال الأول، يا ترى هل المسيحي هو بالميلاد أو بالوراثة؟ من واقع اختباري ومن واقع الحياة اللي عشتها، بحب أتكلم أنه بالرغم من أني عشت في أسرة مسيحية ودايما بروح الكنيسة ودايما بأحضر الاجتماعات، لكن ما كانش ده السبب الكافي أني أعرف الرب يسوع عن قرب. واكتشفت أن المسيحية مش أن الإنسان بيولد يلاقي نفسه في أسرة مسيحية، لكن المسيحية هي أن الله بيشهد عن الإنسان أن هذا الإنسان تعرف عليه كخالق. كنت بأتصور زي ما الكثير بيتصور أنه علشان أقترب من الله في بعض الممارسات اللي أنا ممكن أعملها أو بعض الأفكار اللي ممكن أتصورها، لكن اكتشفت أنه الممارسات دي بالرغم من أن أنا بعملها وبأحاول أمارسها، ما قدرتش أوصل لهذا الإله، ما قدرتش أقترب منه. وكانت الحيرة بتملاني، إزاي أستطيع أني أرضي الله؟ أخ جوزيف، الممارسات، لما بتقول ممارسات شو بتقصد فيها؟ بقصد أني أصلي صلوات محددة، أقصد أني أقرأ الكتاب المقدس، أقصد أني أواظب على حضور الكنيسة في أوقات محددة، الحاجات المعينة اللي رسمت لأن الإنسان يكون إنسان متدين، طقوس ونظم بتحطها الكنيسة علشان الإنسان في نظر الناس يبان أنه إنسان متدين. لكن هاي امتيازات جميلة أنه الإنسان يربى في جو مسيحي. امتيازات جميلة وامتيازات عظيمة، لكنها مش ما هياش لوحدها الطريق اللي بيخلي الإنسان أمام الله في الصورة اللي الله بيطلبه يكون عليها. ده جو بيهيئ للإنسان بيئة صالحة يقدر يقترب بيها من الله، لكن مش هو ده المطلب النهائي اللي الله بيريده من الإنسان. فما هو المطلب النهائي اللي الله بيريده من الإنسان يا أخ جوزيف؟ الله بيريد أنه يخش في حياة الإنسان، وأن الإنسان يخلق خليقة جديدة بعمل الله في حياته بواسطة الروح القدس، وده هو تغيير جذري لكيان الإنسان والحياة الإنسان. التدين هو قناع خارجي الإنسان بيلبسه علشان يظهر أمام الناس إنه إنسان متدين أو إنسان مسيحي. اللي بيطلبه الله تغيير حقيقي جذري في حياة الإنسان. طالما أنه وصلت إلى هذا الإحساس أنه التدين وأنك تتربى في عيلة مسيحية لم يكن كافي أخ جوزيف، فممكن تخبرنا وتخبر الإخوة المشاهدين كيف أنت شخصيا الأخ جوزيف سلوانوس تقابل مع المسيح؟ تخبرني وتخبر الإخوة المشاهدين لأنه بحبوا يعرفوا الأخبار.
بعد ما اختبرت ان انا مش قادر اوصل الى الله، كانت جوايا علامات استفهام كتير. الطريق بيبتدي منين؟ ازاي اتقابل مع الله؟ ما كنتش قادر اعرف الطريق. زي ما قلت لحضرتك، بالرغم من حضوري للكنيسة، بالرغم من الممارسات الدينية الكتيرة، لكن كان السؤال ازاي انا اقدر اصل الى الله في علاقة صحيحة. كنت في يوم في الكنيسة وابتدى الواعظ يوعظ عن ازاي اقدر اقف امام الله في الدينونة في اليوم الاخير، وابتدى يشرح ايه اللي اقدر اقدمه لله حتى انه يقول لي انت بريء، انت مغفورة ليك خطاياك. ابتديت اعرف انه اعمالي ومجهوداتي مش كافية انها تديني موقف التبرير والغفران امام الله، وده ما فيهوش الكفاية. وابتدى يفهمني الواعظ انه انا ما عنديش صلاح داخلي اقدر اقدمه علشان الله يغفر لي خطاياي ويديني تبرير من الدينونة التي تنتظر الإنسان. الحاجة الثانية اللي اكتشفتها أنه الإنسان اللي الغير مبرر أمام الله بيذهب في دينونة أبدية، في نار أبدية لا تنتهي، حتى لو كان متدين، حتى لو كان متدين، حتى لو كانت أعماله صالحة، حتى لو كانت أخلاقه حميدة، ده ما بيكفيش أنه ينال تبرير وغفران، لأنه الإنسان مهما كانت أخلاقه كويسة ما زال يخطئ أمام الله، وما زال يوجد أشياء كثيرة يستطيع الله أنه يثبت بها للإنسان أنه مدين أمام الله وفي نظر الله وفي قداسة الله. و أمام هذه المعرفة احتجت لمخلص، احتجت لقوة أخرى تساعدني أن أنا أقدر أقترب من الله. والواعظ اتكلم على مقدرة الله على تغيير الحياة بكاملها، على الميلاد الجديد، على الخليقة الجديدة. ممكن تذكر لنا نوع الرسالة حتى لو بكلمات بسيطة يا أخ جوزيف؟ الرسالة كانت عن الله يغير قلب الإنسان، يعطي قلب جديد، قلب لحمي. وده كان الموضوع اللي أنا ابتدت عيني تنفتح عليه، إن الله يغير الكيان الداخلي للإنسان. وده كان بيعالج نقطة عدم الاستطاعة اللي بتواجهني دايما، أنا نفسي أكون لكن مش قادر. ووضحت لي نقطة يسوع المخلص، يسوع المنقذ، يسوع المغير. ما بقاش الموضوع بيعتمد علي النهاردة على قدراتي، لكن الموضوع بيعتمد على المسيح المخلص. هل اكتشفت انك خاطئ في نظر الله رغم تدينك وحياتك المسيحية عندما سمعت هذه الرسالة؟ اكتشفت اني خاطئ، واكتشفت اني غير قادر، إني مش قادر أعمل حاجة ترضي الله. اكتشفت أن أنا في حضرة الله القدوس ناقص غير كامل، وأيضا عاجز لا أستطيع على إرضاء الله بمجهوداتي البشرية. واكتشفت أنه الخلاص والإنقاذ والقداسة وتتميم مطالب الله لا تتم إلا في المسيح يسوع. وفي اللحظة دي ابتديت أن أنا أصرخ وأقول له يا رب أنا محتاج أنك تصنع وتخلق فيا طبيعة جديدة من خلالها أقدر أوفي المطالب الإلهية. ولما ركعت ولما صليت ولما اعترفت بعجزي ولما طلبت من الله أنه يحدث هذا التغيير، تجاوب الله معايا في ميلاد جديد وفي خليقة جديدة. ذكرت القول نحن خطاة لسنا لأننا نخطئ، بل نحن نخطئ لأننا خطاة. بالطبيعة إحنا خطاة أخ جوزيف، لهذا السبب نحن نحتاج إلى خلاص وتحرير الله الكامل لحياتنا. أخ جوزيف، أريد أن أوجه لك سؤال آخر. عادة
في برنامج مثل برنامج نور لجميع الأمم، كثير من الأشخاص اللي بيحكوا عن اختباراتهم كانوا غير متدينين، كانوا غير مسيحيين، أو شخص بيتعاطى مخدرات، شخص كان يجدف، كان يسب، كان يلعن، كان يكذب، كان يزني، كان يقتل، ونعمة الرب لمسته وتغير. لكن هون احنا بنتكلم عن شيء تاني، بنتكلم عن شخص كان يمارس الحياة المسيحية، كان متدين، لكن اكتشفت في أحد الأيام انك انت كنت خاطئ، وانه أمام الله في دينوني، ورح تقدم حساب عن نفسك. فلما أخذت وحصلت على هذا الخلاص، شو الفرق؟ انت كنت تقرأ الكتاب المقدس وكنت تجتمع مع العائلة، لكن شو الاختلاف؟ شو الفرق اللي حصل بعد هذا الاختبار، اختبار الولادة الجديدة؟ كيف تقدر تفسر بين حياتك قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ الحياة مع المسيح تختلف اختلاف جذري عن الحياة بدون المسيح. وبغض النظر اني ما كنتش فاجر، ما كنتش في وحل الخطية زي ما البعض بيختبر ده في حياته، لكن الفرق فرق كبير جدا. المسيح بالنسبة لي شخصية أقرأ عنها، أطلع عن المسيح وعن أعماله، وأحب المسيح كشخصية، أسمع عنها وأعرف عنها، لكن ما فيش احتكاك واختبار شخصي مع المسيح. الكنيسة مكان بالنسبة لي بروح أحضر الكنيسة وأشوف الناس وأشوف الشخص اللي بيتكلم، لكن الكلام ده بيخش في عقلي، ما بيخشش في كياني، في وجداني، في حياة أنا بعيش فيها. الكتاب المقدس هو كتاب الديانة اللي أنا بتدين بيها، بحترمه جدا، بأجله جدا، أعرف أنه بيتكون من عهدين، من أصفار، من دي كلها معرفة أنا بعرفها بعقلي وبأدركها بكياني. لكن في لقائي مع المسيح وفي اختباري للمسيح، ابتديت أتعرف على المسيح عن اختبار، عن معايشة، عن قرب، عن إنسان بيعيش في، عن إله بيعيش فيا وبأتعامل معاه، عن شيء موجود في حياتي مش أنا بعرفه بعقلي، لكن بعرفه بإني بعيش معاه كل يوم. الكتاب المقدس مش مجرد حبر وورق، الكتاب المقدس حياة، حق، رؤية، دستور حياة بعيش بيه. الله بيتحدث إلي، صوت مسموع بيتكلم إلي. الكنيسة مش مجرد جدران وأرض، الكنيسة بيت حي ومكان أستطيع فيه أني أرى الله. الاختبار الخلاص في لقاء حي مع الله، في تغيير جذري في اتجاه الحياة. الاتجاه الأول بعيش فيه أنا لذاتي، الاتجاه الثاني أنا أعيش في اتحاد مع المسيح. أخ جوزيف، سنواصل حديثنا بعد قليل. أخوتي وأخواتي، أصلي إلى الله أن يكون هذا الكلام سبب لكي ما تأخذ قرار في حياتك. يا من تبحث عن الله، توجد أخبار سارة، الله يبحث عنك، الله يفتش عن الخراف الضالة. إن إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. سنعود بعد سماع هذه الترنيمة للأخت ليديا شديد.
أحبائي المشاهدين، سنواصل حديثنا مع الأخ جوزيف سلوانوس. أخ جوزيف، منشكر رب لأجل خلاصك، وبالحقيقة للإخوة المشاهدين، الشخص اللي بتتغير حياته يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يجدد الحياة والكيان. فبما أنه الرب يسوع أعطاك حياة جديدة وكتب اسمك في سفر الحياة، أنت حاليا تعمل في برنامج نور لجميع الأمم، وطبعا بتشوف نوعيات كثير من الناس. في كثير من الناس اللي بتصلوا فينا أشخاص بعيشوا في الخطية، في أشخاص متدينين من مختلف المجالات. لابد أنه عندك نصيحة تقدمها للإخوة المشاهدين يا أخ جوزيف. النصيحة اللي بقى أقدمها أنه طريق الخلاص يبدأ عند صليب ربنا يسوع المسيح. مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. تطهير الخطية بدم ربنا يسوع المسيح، مش بأعمال، مش بإني جاي من خلفية مسيحية أو لا، مش إني في وسط الكنيسة أو خارج الكنيسة. ربما أكون إنسان بار، أخلاقي حسنة وحميدة ويشهد لي الجميع، لكن يبقى سؤال: ماذا يقول عني الله؟ هل اسمي كتب في سفر الحياة؟ هل خطاياي غطاها دم ربنا يسوع المسيح؟ ده الشيء الأساسي في حياة الإنسان. العلاقة اللي بتربطني بالله هي علاقة غفران خطاياي بإيماني بعمل ربنا يسوع المسيح الكفاري عني على عود الصليب، أم أن غفران خطاياي عن طريق أعمال وممارسات ومعتقدات موجودة في ذهني؟ نصيحتي للمشاهد: عندما تترك وتغادر هذه الحياة، هل تعرف إلى أين أنت تذهب؟ هل تعرف أين هو مصيرك الأبدي؟ إن كان الرد على هذا السؤال بلا أو بعدم المعرفة، موقفي خطير جدا. الحياة الأبدية ليست حياة نستطيع أن نؤجل التفكير فيها، ليست أمر هين، لكن تقرير مصير الإنسان الأبدي أهم شيء في وجود وفي حياة الإنسان. لذلك ينبغي أن كل إنسان يحدد إلى أين هو يذهب. إن لم يلتقي بالمسيح بعد، هو هالك بلا محالة وبلا أمل في النجاة، لكن في ربنا يسوع المسيح يوجد أمل، وتوجد حياة أبدية، ويوجد خلاص، ويوجد انتصار على عادات الإنسان وعلى قصور الإنسان، وتوجد خليقة جديدة في ربنا يسوع المسيح. أمين. أخ جوزيف، شكرا جزيلا، والرب يباركك ويبارك خدمتك. وعلى فكرة احنا بنشكرك كبرنامج بتساعد وبتخدم الرب من خلال البرنامج. الرب يباركك ويكافئك. شكرا. إخوتي وأخواتي، لرد على سؤال الأخ جوزيف: ما هو فكر الله عنك، أو ما هو فكر الله عن الإنسان؟ دعونا نرجع للكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس أن جميع أعمال برنا كثوب عدة، كخرقة نجسة بالية، قماش يعني موسخ ملطخ بالأوساخ. هاي الإنسان البار، فكم بالحر الإنسان الذي يعيش بالخطية. لماذا؟ لأننا أمام إله قدوس طاهر، مكتوب عنه: عيناه أطهر من أن تنظر الشر. ولكن شكرا لله لم تقف القصة هنا، بل هو أيضا محب وعادل، فالله يحبك. فلهذا السبب دبر خطة الفداء بواسطة المسيح يسوع الذي مات على الصليب ليأخذ خطايانا ودينونتها، وقام من بين الأموات ليبررنا أمام الله. فشكرا لله الذي يعطينا الحياة الجديدة بالرب يسوع المسيح، له كل المجد. يقول الكتاب: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، من أكبر قديس لأحقر إنسان في هذه الدنيا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. نحن بالطبيعة أبناء الغضب، بعدين أعداء،
لكن الله قربنا بواسطة المسيح. يمكنك أن ترفع عينيك إلى فوق وتقول: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، تعال أيها الرب يسوع أسكن في قلبي، أجعلك رب وسيد وملك على حياتي. هذه الكلمات تغير من شأنك وتغير كيانك وتعطيك الحياة الأبدية وغفران الخطايا. إلى اللقاء في حلقة أخرى.